نعم، الأزمات السياسية والعامل الداخلي طبعا لها عوامل مؤثرة طبعا على أي يعني الوضع السياسي للعراق، عدم استقراره ما يمكن أن يخلق بيئة استثمار ناجحة. موضوع الكهرباء أنا في تقديري يعني رؤيتي كمراقب سياسي، الموضوع ليس فقط داخلي، نعم الجانب الأهم والأساسي من تعرقل وكل هذه المشاريع الكهرباء وتأخرنا لحد الآن في تحقيق إنجاز يطمح للمواطن في على صعيد توفير الطاقة الكهربائية لكل منزل. طبعا في المقام الاول يتحمل اساسات البلد الادارات في البلد، لكن ايضا هنالك عامل خارجي، لا ننسى انه العوامل الخارجيه بالداخل مع العامل الداخلي. احنا يعني صعب ان نطمح لان تكون لنا يعني معادله علاقات خارجيه ناجحه اذا كانت معادلتنا الداخليه غير مستقره وغير متينه. فالعوامل الداخليه متضافره ايضا مع عامل خارجي. لا ننسى انه كثير من هذه من عوامل الفساد، من مافيات الفساد، هي ليست فقط مافيات محليه، هي ايضا لها بشكل او باخر امتدادات ومصالح مع الخارج. يعني الموضوع ليس فقط متعلق بالداخل. هذه المره انا طبعا مناسبه اعتقد حتى الان لم تتم يعني توقيع اتفاقيه بالمعنى يعني الدقيق للكلمه مع شركه سيمنز، ربما كان هناك تفاهمات او مذكرات تفاهم، وحتى الان ربما بعد هذه الزياره يعني تتشكل ارضيه مناسبه لان تنطلق شركه سيمنز في اتفاق يعني واضح وفي عمل جاد وعمل على ارض الواقع وفي ضمن سقف زمني ايضا واضح ومحدد لاجل انه يعني اصلاح قطاع الكهرباء او تحقيق ما يصبو اليه العراق من توفير الطاقه الكهربائيه. حتى الان الخطوات واعده. اعتقد الامر المختلف هذه المره هو نحن نشاهد انه التوافق السياسي الداخلي افضل بالمقارنه مع الحكومات السابقه. لا ننسى انه الائتلاف الداعم للسيد السوداني يتشكل من طيف سياسي واسع رغم وجود خلافات، يعني لا ننكر انه بين اطراف هذا الائتلاف، لكن فيما يتعلق بالمشاريع اعتقد الاستراتيجيه هنالك حد ادنى على الاقل من التوافق، ومن مصلحه الجميع، من مصلحه كل الفرقاء، خصوصا في ائتلاف يعني بناء الدوله وهو يحمل هذا العنوان المهم والعظيم واللي يطمح لابناء الشعب. لا ينبغي ان تكون هناك ازدواجيه في طرح شعار وفي طرح مسميات والعمل خلافها. اذا كانوا فعلا هم ائتلاف لبناء الدوله فينبغي دعم هكذا خطوات، هكذا انفتاح على بلدان مهمه، على عملاق اقتصادي مثل المانيا، ولا ننسى انه صعب ان تتحقق تنميه في العراق بدون ان تكون هناك يعني مظله دوليه، مظله غربيه لاجل انه دامت هذه التنميه والاستثمار في قطاعات التنميه. التنميه تتطلب انه اجماع داخلي، تتطلب وفاق وطني، تتطلب انه خيال جماعي يلتف حول رؤية هذه الرؤية الجديدة.